السلام عليكم، اخباركم؟ لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم انا عندي انيماسيون في بارا غرانادا، دونك بغيت نصور لكم شنو هي الانيماسيون وكيفاش كدوز الاجواء ديال الانيماسيون. غادي نشوفوا حالات اليوم اللي غادي يجيو ان شاء الله، غادي نديروا لهم تشخيص ديال البشره وغادي نشوفوا المشاكل اللي عندهم في البشره. مي اللي بغيت نصور لكم اليوم واللي بغيت نهضر عليه اليوم سورتو مشكل ديال الحساسيه ديال البشره، لان بيسكو حنا في الشمال، الناس ديال الشمال كيعانيو بزاف 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 من الحساسيه، عندهم لي بو سونسيبل ايبر سونسيبل وكيزيدوا تزيد لهم الحساسيه في هذه الوقيته ديال البرد. اول حاجه غادي نشرح لكم شنو هي الحساسيه. اون بو سونسيبل البنات ماشي هي نوعيه ديال البشره، لا، النوعيات ديال البشره كاينين اربعه، كاينه اون بو سيش، كاينه اون بو كراس، كاينه اون بو ميكست، وكاينه اون بو نورمال. لي بو سونسيبل ولا لي بو اتوبيك ولا هادو سي حالات كما كتشوفوا. انا السيده كنعمل لها دابا دياغنوستيك، كنشوف البشره ديالها من الداخل كيفاش دايره. انا غادي نصورها لكم باش تشوفوا البشره ديالها الحساسيه اللي عندها فين كتبان في هاد دياغنوستيك. دونك خليكم معايا. الوغ فوالا، دونك انا غندير لاناليز. دونك ها انتم كتشوفوا هذه عندها اون بو سونسيبل، ماشي اون بو ايبر سونسيبل، مي اون بو سونسيبل. ها هما لي روجور كيبانوا. دونك هنا عندها كاع دي بوتي فيسو لي طرطكو لتحت البشره اللي هما هذو كتشوفوهم حمامرين. دونك هاد السيده هادي نورمالمون هاد الحساسيه جاتها في البرد، هي نورمالمون عندها هاد الشرطه ماشي حساسه، ملي ولات حساسيه في البرد. دونك باغمي الناس اللي كتجيهم الحساسيه ملي تيتقلب الجو. دونك في هاد الحاله هادي خاصها، دونك غادي نعطيوها كيف ما قلت لكم لو تريتمون اللي غادي نعطيوها ديال لي بو سونسيبل، ماشي لي بو ايبر سونسيبل، مي سي دي بو سونسيبل. حاليا غادي تستعملوا في هاد لا بيريود البرد، من بعد ملي غادي تحيد هذيك لا سونسيبيليتي غترجع لي كريم ايدغاتونت معايا العاديين ديالها. دونك فوالا، خليكم معايا، انا غادي نوريكم لي كريم اللي غادي يستعملوا في هاد الحساسيه. دونك كيف ما قلت لكم البنات، بالنسبه للناس اللي عندهم هاد الحساسيه في لابو، سواء اللي مخلوقين بها مزودين بها، سواء اللي اكتسبوها مع الوقت، عندهم واحد النوع ديال الكريمات اللي خصهم يستعملوا. هاد النوع ديال الكريمات ما خصش يكون فيهم واحد المواد بحال هادي. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا زيرو زيرو. شنو كاين؟ كاين زيرو كونسيرفاتور. الكونسيرفاتور هو دوك المواد اللي كيحافظوا لنا على البرودوي. داكوغ، لا بارابين هو نوع من دوك المواد اللي كيحافظوا لنا على البرودوي، هو ارخص نوع يعني. واللي اكتشفوا ديرنييرمون هو انه كيسبب لنا الكونسير ديال الجلد الله يستر. دونك ما خصوش يكون لا بارافين معروفه، البارافين دونك حتى هي ما خصهاش تكون. عندك الكول ما خصوش يكون، الكولورون ما خصوش يكون، الكولورون هو الملون، والبارفان ما خصوش يكون. هادو كلهم ما خصهمش يكونوا في لي كريم، يعني خصها تكون هنا مكتوبه زيرو. داكوغ، دونك ابار ان هادي ما فيهاش هاد المواد، فيها واحد الماده، ها هي هاد الماده كتسمى لا سامسيتيف، كاينه غير في هاد لاكريم هادي. هاد الماده هي اللي كتبرد هذاك الهيجان ديال البشره، اولا ديك لا رياكسيون ديال البشره اللي تتوقع لينا، اللي كتزيد توقع لينا في البرد، يعني داك الحموره وداك النشوفيه ديال البشره. سي نورمال ان ملي تتولي حمراء تتزيد تنشف، تتزيد نحسوا بالوجه كيتجبد بحال اللي تيغيمو عندنا في وجهنا. دونك خاصنا نعملوا ليدغاتاسيون، ولكن اشمن نوع ديال ليدغاتاسيون اللي قلت لكم هي هادي، ما خصش يكون فيها هاد المواد هادي كامله. منها غترطب لينا جلده، منها غتحافظ لينا على جلده، منها غادي تبرد هذيك الحساسيه. والناس اللي عندهم الحساسيه على طول العام، يعني بشره كيتبدل الجو، سواء تبدل الجو سواء ما تبدلش الجو، كيستعملوا هاد الطرحان هادي على طول العام. بالنسبه للناس اللي عندهم ما تفرقوا ما بين بشره حساسه وما بين بشره عندها لي روجر، لي روجر هو الاحمرار، كتلقى هادي ما حمره، وكاين شي وقيتات اللي كتحمر تحمر 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 بزاف، حتى كتبدا تطرطق بالدم وكتحس بوجهها سخون بزاف، و سميتو كيوزوز لها وكياكلها. هذيك لا، هذيك ماشي سونسيبيليتي، هذيك اون مالادي كتسمى لابو فيها لا كوبروز او لا روزاسي. دونك هادو سي دي مالادي كرونيك ديال البشره، هادو كيتخلق بهم البشر، يعني الانسان كيتخلق بهم من ملي كيتولد كيتخلق بهم، وهما عندهم فتره فين كيزيدوا وفتره فين كيبردوا. دونك هادو عندهم حتى هما كريمات بحال هكا، انا نوريهم لكم.
اللي هما الفرق. هذه مكتوبه فيها انتي روجور. انتي روجور ماشي هي لي ترانسنسيبل. هاد لي ترانسنسيبل كنعطيوها الناس اللي عندهم بشره حساسه ارياكتيف، يعني الحساسيه سواء مزيوده بها او لا جاتها مع الوقت. وهاد لونتي روجا حتى هو ما فيهش دوك المواد كاملين، مي تنعطيوه للناس اللي عندهم لا روزاسي او لا لاكوبوز، معنيتها انفلاماسيون ديال البشره، يعني معنيتها البشره طايبه عندها من الداخل. دونك خصها لي كريم بحال هادو، وخصها يكون فيهم ابار هاد الماده اللي قلت لكم سميتها لا سانسيتيف اللي كتفرد، خاصها تكون فيها ماده واحده اخرى، جوج ديال المواد كاينين هنايا لا سانسيتيف و لي كوكالكون ا. هاد لي كوكالكون ا راه اونتي انفلاماتوار ناتوريل طبيعي، هو واخدينو من الروح ديال داك الريغليز. الريغليز هو داك البونبون الكحل اللي كنا كناكلو ملي كنا صغار، الوغ الروح ديالو ماهيش مصنوع هاد لونتي انفلاماتوار. دونك كيما قلت لكم لانفلاماسيون خصها باش تبرد، خاصنا ضروري نعطيوها اونتي انفلاماتوار. دابا لي كريم داو فيه يدو الكورتيزون بون، لان لقاو بان عنده دي زيفي سيكوندير بار لا سويت، مي بون ولاو كيديروا دي زونتي انفلاماتوار ناتوريل بحال هذا. دونك فوالا، دونك هذا هو لونتي روجا ديال الناس اللي عندهم مشكل ديال الحموره بزاف في الطياب ديال الوجه وتوزويز الماكله اي انسي دو سويت. فوالا، دونك نتمنى انه يكون هذا الفيديو هذا عجبكم واستفدتوا منه. كنقول لكم شكرا البنات اللي مشاركين معايا في القناه. اللي ما مشاركش مرحبا به يدخل يشارك، يتابونا وما تنساوش ديروا جيم وتفعلوا الجرس باش كل مره يجيكم جديد ان شاء الله. السلام عليكم.